متابعي الشروق الإخبارية، أمر معكم مباشرة ملف نقاشنا الثاني، وأتحول بكم لاستقبال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لنائب رئيس المجلس للدولة بجمهورية الصين الشعبية ليو جاه. إذن كما تتابعونه في هذا العرض والشاشات الكبيرة، الزيارة تندرج في إطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الصين في جويلية. جلسة العمل التي تم من خلالها إجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين والوقوف على واقعها وأفاقها. كذلك الجانبان ثمنا ما تم تحقيقه من مكاسب يترجمها حجم مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين. الطرفان شددا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في بعدها قول الاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. أشير فقط إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد استقبل قبل قليل نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين الشعبية ليو جاه. مدى متابعي الشروق الإخبارية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للصين الشعبية جويلية الفارطة؟ الجواب مع ضيف الكريم عبر الهاتف مباشرة، البروفيسور اسماعيل دبش، رئيس لجنة الصداقة الجزائرية الصينية والمحلل السياسي. ورحب بك معنا بروفيسور، مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا. إذن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل قبل قليل برئاسة الجمهورية نائب رئيس مجلس شؤون الدولة بجمهورية الصين الشعبية ليو جاه. قبله كان قد استقبله الوزير الأول نادير العرباوي بقصر الحكومة. الزيارة حسب بيان الرئاسة تندرج في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زيارة الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية. تقييم شامل بروفيسور اسماعيل دبش لتنفيذ مخرجات زيارة الدولة. أنا اعتقادي بأن الرئيس الجزائري راض على الأداء الصيني في اتفاقية التي تمت بين الصين والجزائر، خاصة منذ ما جاء الرئيس تبون، وبالأخص بعد الزيارة الأخيرة للرئيس في جويلية 2023، وفي مقدمتها المشاريع المتفق عليها في غار جبيلات. الرئيس شخصيا صرح قبل أيام بأننا الآن نستغني عن استيراد البنزين وننتجه كلية بالجزائر، هذا بفضل التعاون والمشاركة مع الصين. الجزائر الآن لا تحتاج إلى استيراد البنزين، خلافا لما حدث للدول الأخرى حاصرتها الدول الأوروبية أثناء الأزمات، مثل ما حدث في ليبيا. الطائرات الليبية لم تستطع حتى الإقلاع بسبب أنها تعتمد على استيراد البنزين، الجزائر الآن كلها تنتجه محليا. كذلك أن المشاريع الكبرى التي موجودة في برنامج الرئيس وفي مقدمة السكة الحديدية والطرقات والسدود واستغلال المناجم الباطنية في الجزائر، سواء في الشرق أو في الغرب الجزائري، كلها توعد بأن الصين التزمت بذلك. واعتقادي أن السنوات القادمة برنامج 2022-2026 سوف يتم تسديد كل هذه النقاط المتضمنة 19 اتفاقية بين الصين والجزائر تقدر بحوالي 36 مليار دولار. طيب، بما أنك تحدثت بلغة الأرقام بروفيسور إسماعيل دبش اليوم، طبعا برأيك هل الأعمال والأشغال والجلسات المعمول عليها من مكاسب الذي يترجمها حجم مستوى التعاون الاقتصادي، هل ترقى للعلاقة الجزائرية الصينية ضاربة للتاريخ؟ وهل ترقى يعني حجم التبادل التجاري، هل يرقى فعلا إلى حجم العلاقات التاريخية؟ لا، العلاقات الصينية الجزائرية يحكمها الجانب التاريخي وتحكمها التعاون الاستراتيجي اللي تم في 2014 و2022 2023، وتحكمها الشراكة في المشاريع الكبرى المبرمجة للجزائر التي تعتمد على بناء البنية التحتية لإقلاع نهضة اقتصادية شاملة في المجال الصناعي وفي المجال التكنولوجي. واعتقادي أن الصين تكاد الدولة الوحيدة التي يمكن أن تنسجم مع التوجه الجزائري، خلافا لما قامت به
دول أوروبية، الاتحاد الأوروبي مثلا مستفيد أكبر من علاقات الجزائرية مع الجزائر، ولكن للأسف أن لا توجد أي مشروع أوروبي ولا يوجد أي صناعة أوروبية يمكن أن يطلق عليها قائمة على التنمية المستدامة. خلافا للصين كما ذكرت أن عدة مشاريع، عدة منشآت صناعية واقتصادية قائمة على التنمية المستدامة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج الصناعي على النمط تكرير البترول، على نمط صناعة الأدوية وغيرها، أو على نمط اتجاهات أخرى، على نمط مثلا الخدمات، على نمط السكة الحديدية، الطرقات، الموانئ وغيرها. أنا اعتقادي بأنه يبدو أن الجزائر منذ مجيء الرئيس عبد المجيد تبون تتجه أكثر للتعامل مع الصين، وترى أنها الدولة التي يعول عليها في إقامة العلاقات القائمة على المنفعة المتبادلة أو رابح وفق دخول الجزائر إلى صندوق الطريق الحريري الحزامي والطريق. طيب بروفيسور اسماعيل دبش، في الأخير الوزير الأول نادر العرباوي مع الطرف طبعا والضيف الصيني شددا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهذا في بعدها الاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. ما رأيك بالأهداف المسطرة من قبل الجزائر والصين في البعد الاستثماري عام 2024؟ أنا كما تعرفين أن هناك اتفاقية بين الجزائر والصين 2022-2026 نعم، تؤسس لإقامة مشاريع واعدة تدخل ضمن برنامج التنمية والنهضة الاقتصادية التي تقودها الجزائر في السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالطرقات والسكة الحديدية والإنتاج الفلاحي وموضوع الموانئ والصناعات التحويلية واستغلال المناجم. أنا لا أعتقد أن أعتقد بأن ما يتم الآن هو زيارة نائب الوزير شؤون الدولة الصيني، هو أتى لتأكيد استعداد الصين لإعطاء دفعة جديدة وبسرعة جديدة، لأن الجزائر تريد أن تذهب بسرعة في السنتين القادمتين لبرنامج آخر، وبالتالي اعتقاد المشاريع المتفق عليها في 2023 سوف يتم تجسيدها قبل 2025، وينطلقون في مشاريع أخرى لتدخل في إطار ربما الفلاحة، في إطار الخدمات، السياحة، في إطار الصحة وغيرها. الآن التوجه الأكبر هو التوجه نحو البنية التحتية، نحو المنشآت التي تؤسس للنهضة الصناعية والتنمية المستدامة. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور اسماعيل دبش، رئيس لجنة الصداقة الجزائرية الصينية، على تدخلك مباشرة هاتفياً.